أكدت وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني مدى مصر تمت وفقا للقانون، حيث تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه لا يوجد محتجزون اتصالا بهذا الأمر، خلافا لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري، ومؤكدا أنه لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطوي على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة وتمثل مخالفة للدستور والقانون.